ضعيف على كذا. الله يحفظك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخيرات. الله يسعدكم. سلام. شكرا. جزاك الله. تبر أمر تبشر. نرحب بشيخنا وضيفنا الدائم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن قصاص. حقيقة اليوم يعني ما حنطول لأنه المشهد القوي في السورة اليوم مشهد يعني مثير. ما بدي أجيب أشياء للأكل بس مشهد مثير. لكن يا شيخ قبل لا نبدأ يعني كما في الحديث أنه لله عز وجل في كل صبيحة ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وجمعية مراكز الأحياء ومشروع تعظيم البلد الحرام عندنا مشروعين، الأول يدكم عند البيت ما يتعلق بالبرامج حول الحرم، ورحماء ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي، البر، الوفاء. فنبغى كلمة كذا من الصباح الناس يعني تنطلق في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق أولا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والاستقامة. وأبواب البر في هذا الشهر عظيمة، سواء كانت فيما ذكره الأستاذ محمد أو فيما لم يذكره، فأسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نبذل جهدنا ومالنا وحياتنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. في كذا؟ زي ما قلنا الوقت اليوم نصف ساعة والمشهد طويل ومثير، فنطلع نسمع للآيات ونجهز المصاحف ونبدأ مباشرة إن شاء الله اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من
كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. طيب يا حبايب، الشيخ الآن يوسف عليه السلام أبعد عن أبيه وأصبح في مصر في منزل العزيز الذي لم يذكر القرآن هذا اللفظ له، وبلغ أشده، كبر عليه السلام، وماذا بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ أشده عليه الصلاة والسلام، أي أصبح شابا يافعا، وكان كما تعلمون كما في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام أو عليهما الصلاة والسلام. هنا تعرض للفتنة التي يتعرض لها كثير من الناس سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فكيف وهو غريب وهو أيضا مصدوم في حياته الأولى من إخوته من أعز الناس وأقربهم، أيضا فاقد الأسرة، فقد الحرية عليه الصلاة والسلام، وهو في بيت هذه المرأة التي كانت مسيطرة على العزيز ومسيطرة على البيت، ومن باب أولى تسيطر على من في البيت أو من في القصر. ولذلك القرآن الكريم ما سماها أول ما ذكرها هنا، قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يدل على أنها كانت تسيطر على ذلك. العادة والأكثر في عرف الناس أن الرجل هو الذي يتعرض للمرأة، لكن توجد حالات أشبه بالاستثنائية أن تكون المرأة هي التي تتعرض للرجل. والقرآن الكريم أشار إلى هذا ليدل على أن هذا موجود أيضا، ولو راجعت نفسك لوجدت فعلا أكثر الحالات هي من الرجال للنساء، إلا أن حالة النساء أقل لكنها موجودة. اختلت به، وهنا لابد أن نشير إلى خطورة الاختلاء في الحقيقة، حتى ولو كان مع السائق أو الخادمة أو العامل أو العاملة. مهما يقول الإنسان أنا والله مع الممرضة يعني ما أراها إلا كأختي أو أراها ونحو ذلك، الاختلاء له أضرار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، وقال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا ثالثا. غلقت الأبواب، غلقت يعني أحكمت الإغلاق بشكل كبير، والقرآن ما قال بابا بل قال أبوابا، مما يدل على أنها دخلت إلى مكان أو مخدع خاص أو نحو من ذلك، فغلقت أبوابا. وقالت هيت لك، هيت لك يعني هيئت لك، يعني تعال كمن يعني أو بالفرنسي أليزي، قالت هيت لك أو هيت لك تعال. هذه مراودة قولية، وهي قولية لكنها متضمن الفعل أيضا. هنا عليه الصلاة والسلام أجابها جوابا واحدا، وهو أول سبب لصرف الفاحشة والفتنة عن أنفسنا. قال معاذ الله، أي استعيذ بالله، ألتجئ إلى الله، أستجير بالله. قال معاذ الله، وسبحان الله، يقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة عند الشهوات والفتن والشبهات من أعظم ما نواجه به. جربها أن تقول معاذ الله في نفسك أو أعوذ بالله
عندما ترى صورة أو صورة متحركة أو ترى شيئاً، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كأنه عليه الصلاة والسلام يعظها فيذكرها بزوجها الذي أتى به كما في القصة في اليوم الماضي، لما قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، فكأنه يقول لها عليه الصلاة والسلام كيف أخون من أكرمني. ما نسي الجمل. وهنا ربي المقصود به سيدي، سيدي الذي أكرمني، وما نسي الجميل أكيد. وهذا ممكن أن نقوله أيضا على من أحسن إليك، سواء عم أو جار أو قريب أو صاحب، ألا يخونه الإنسان في غيبته، وهذا من وفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا انتقلت بعد ذلك من المراودة القولية إلى المراودة الفعلية. الفعلية، وهذه أيهما أخطر، القولية ولا الفعلية؟ الفعلية. تختلف باختلاف الناس، البصري والسمعي والحركي والترابي والهوائي، سموا ما شئتم. فبعض الناس بالسماع، وبعضهم بالرؤية، وبعضهم لابد بالحركة. هنا انتقلت الحركة ولقد همت به. يبدو والله أعلم أن قول الله تعالى ولقد همت به أي أنها قامت إليه تجذبه أو تطلبه أو تخمه. وذكر القرآن أنه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. اختلف العلماء في هذا على أقوال، لكن أنا أختصر هذا بأن أذهب إلى ما ترجح لدي أنه عليه الصلاة والسلام ما هم بها مثل ما همت به، هي قامت تطلبه، هو عليه الصلاة والسلام ما هم بها. ليه؟ لأن الله قال لولا أن رأى برهان ربه. لو قرأنا الآية في غير نظم القرآن لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني هل هم بها؟ ها؟ فيه تقديم وتأخير. وما معنى برهان ربه؟ رأى في قلبه شيئا، هذا هو الصحيح والله أعلم، رأى في قلبه شيئا وهو خوف الله. تذكرون الثلاثة الذين إيش؟ طيب، وتذكرون السبعة الذين يظلهم الله في ظله؟ طيب، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله. ما الذي منعه؟ هو هذا برهان الله، خوف الله، خوف الله، خوف الله سبحانه وتعالى. وقال لها الرجل الذين من الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، إيش قال؟ إن يا ربي اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم، إلى آخر لما قالت له اتق الله ولا، فقام لما خوفته بالله. والله أعلم أن برهان الله سبحانه وتعالى هو خوف الله في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. السوء مقدمات الفحشاء، والفحشاء أنتم تعرفونها، إنه من عبادنا المخلصين. هذا السبب أيضا من أسباب أو يعني من علاجات مواجهة الفتن، ما هو؟ الإخلاص. ولذلك جاء في القراءة الأخرى المتواترة إنه من عبادنا المخلصين، وجاء في القراءة التي نقرأ بها أو الرواية إنه من عبادنا المخلصين، أي مجتبى ومصطفى. فالإخلاص سبحان الله لله سبحانه وتعالى ينجي بإذن الله. انتقلت القصة بعد هذا. طيب يقول قائل، أنت قلت لنا إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يهم بها، أمال بيفكر فيه كذا ولا لا؟ كان بيفكر في ماذا؟ كان بيفكر عليه الصلاة والسلام في الباب، هذه الأبواب المغلقة، كيف يستطيع أن يهرب؟ ولذلك قال الله تعالى واستبق الباب. استبق يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يفر في سباق، وهي تحاول تدركه، أن تدركه. ما قالت في داهية، قامت تدركه. هذا يدل على أنها مراودة قولية، مراودة فعلية، ثم لحاق شديد كأنهما في سباق. وقدت قميص، قدت يعني
شقت قطعت قميصه من دبره. قلنا القميص هذا القميص اللي هو أشبه بالثوب اليوم إلا أنه أقصر. والفائدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس القميص عليه الصلاة والسلام أيضا. هذا قميص البراء، هذا البراء. طيب قدت قميصه من دبر، لماذا قدت؟ لو سمحت لنا قبل لا تكمل، يعني كنا نتكلم في الآية اللي قبلها وبداية هذه الآية عن الفتن التي تعرض لها يوسف عليه السلام. نريد يعني كيف الإنسان يعني يفر من الفتن من هذه الآية. في الأولى أول شيء أنت قلت قال معاذ الله، نعم، وبعدين إنه ربي أحسن مثواي، وفي بداية هذه الآية واستبق الباب. طيب وقبل المخلصين، مخلصين طيب. طيب أربعة يعني أربعة أو ممكن تصير خمسة ستة سبعة. الفرار علاج من علاجات والله أعلم الوقوع في الفتن أو مواجهة الفتن. كيف تفر من المعصية ومن مكانها ومن صاحبتها أو من صاحبها؟ لأنه إذا بقي في المكان وقال أنا كاره أو لا أستجيب، في عليه خطورة، صح ولا لا؟ وكثير من المشكلات تكون من هذا. أو يقول والله هؤلاء أصحابي ما أستطيع أتركهم، أيضا أنت باقي معهم، يقول أنا والله ما أفعل، هم يشربوا هم يأكلوا هم يعملوا هم أنا لا أفعل. في الحقيقة لابد أن فرارا من المعصية ومن مكانها ومن صاحبها أو صاحبتها. طيب قدت قميصه من دبر، قدت قميصه من دبر، لماذا شق قميص يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لا تنسوا أنه قميص، لما ذكرنا في الحالة قبل أمس أو أمس ذكرت لكم الحالة أنه كان قميص عبد، صح؟ قميص العبد ليس كقميص السيد مثلا. ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام كان مسرعا جدا فارا، فلما تقبض عليه وهو عليه الصلاة والسلام لا يقف، ماذا يحدث؟ انشق القميص. هذا واضح على أنه مصر على الفرار، مصر، وهي أيضا مصرة على اللحاق، يعني هي مسكته وهو ما زال يفر فحصل نعم. وقدت قميصه من دبر، وصل عليه الصلاة والسلام إلى الباب فكأن الأرض انشقت فأخرجت خلف الباب السيد. من هو سيدها؟ أيضا يذكر هنا ولا يذكر أنه عزيز، حتى لما اشتراه عليه الصلاة والسلام ما سمي بالعزيز وقال الذي اشتراه، صحيح ولا لا؟ ما ذكر بأنه هو العزيز وألف يا سيدها لدى الباب، والقرآن قال سيدها زوجها مولاها، ما جعله سيد ليوسف عليه السلام. نعم، وألف يا سيدها وجدا سيدها لدى الباب. هيا انظروا إلى المنظر، المفروض الزوج أو حمك الله يرى بأم عينيه أول الخارجين من؟ يوسف عليه السلام، وقميصه قد من دبر وهي تجري وراه، يعني المشهد واضح. تقريبا واضح، واضح يا جماعة. مع هذا سبحان الله لضعفه ولسيطرتها عليه ابتدرت بالكلام، وهنا عندما يتحول الجاني إلى تمثيل المجني عليه كذا ولا لا؟ ضربني سبقني اشتكى، ما شاء الله. طيب لا، في ناس هنا متخصصين في الأمثال يا شيخ. طيب إيش قالت؟ عدوا معي ماذا قالت؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كم جابت التهمة و 12 كلمة، تمام؟ قالت ما بدأت أول ما بدأت بالنفي والاستثناء لتحصر زوجها، تحصره ما إلا. ثانيا بدأت بالجزاء قبل إيش؟ قبل الذنب أو القضية.
هذا كله تأثير على الزوج. ما جزاء من أراد بهلك سوء؟ أبهمت هنا الفاعل، من أراد بهلك سوء، بل وأبهمت الفعل، قالت أراد بهلك سوء، وقالت عبارة أخرى، قالت بأهلك سوء، ما قالت بي صح، تحرضه، أراد سوءا. طيب ثم جاءت بالحكم، ما يبقى للتوقيع، خلاص. هذا كما تفعل الزوجة أحيانا لما تؤثر على زوجها، أو يأتي الموظف يريد أن يؤثر على رئيسه، يأتي ما يبقى للتوقيع. قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا عليه الصلاة والسلام أعطاه الله شجاعة كغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومثلكم إن شاء الله، الشجاعة والجرأة في مواجهة سيدة هذا القصر. أجاب، هي كم قلنا؟ كم كلمة؟ هو أجاب عليه الصلاة والسلام بأربع كلمات عليه الصلاة والسلام. قال أولا ما سكت ولا بكى ولا امتنع، لا، قال هي راودتني عن نفسي. هي تأملوا معايا، هي أبهمت الفاعل، هو صرح. عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ صرح. طيب هي أبهمت الفعل، أراد بأهلك سوءا، هو ماذا فعل؟ راودتني عن نفسي، تأكيدا، لأنه راودتني واضح أنه هو عليه الصلاة والسلام مفعول به، المجد عليه. طبعا هو لما قال هذا الكلام جعل العزيز أو السيد هذا يتغير كثيرا. ماذا فعل العزيز بعده؟ فكر، فأتى بحاكم أو شخص يحكم في الموضوع من أهلها. وانظروا إلى بلد الظلم، يعني المفروض أن يأتي بشخص محايد، صح ولا لا؟ شاهد من أهلها، يعني حكم حاكم من أهلها. ولما يكون العزيز والعزيزة، إذا صحت عبارة، أو هي العزيزة، هو زوج امرأة العزيزة، طيب، وأيضا الشاهد كلهم من جهة واحدة، فيك الخصم والحكم، أتي بهذا الشاهد. فقال له العزيز بحنكته، أولا أتى به من أهلها حتى لا يعني يخرج الموضوع أو لا يكبر كما هي مشاكل الأسرة. ثانيا لم يقل له تفاصيل الحكاية، إنما قال له هنالك مشكلة لقريبتك مع أحدهم، وهناك قميص مقدود، حتى ما قال له من أين قد. واضح؟ هذه كلها تدل على حنكة ودهاء العزيز، ومع هذا فإنه يحكم من قبلها. واضح؟ طيب هنا نستاذنكم، ناتي بشخصين. طيب الشيخ، ما لو سمحت لنا قبل، صدق. حتى الوقت أزف، لكن بالنسبة للشاهد وقضية قص القميص، ما رأيك أن نجعلها يعني لا تمثيل هنا، نشوف قضية القص، قدت قميصه من دبر. طيب أنا أختار علي واحد شمراني، طيب تفضلوا معنا هنا في النص. طيب أنا هنا علشان لا، أيوه تعالوا هنا، ما بنجلسه، تعال لا ما حنشق، مو مشكلة نعوضك. طيب يا شيخ قربوا عند الشيخ كذا. طيب أنا أبغاكم يعني طيب أنا أبغى الجميع بس ينتبه معي. أتى هذا الشاهد أو الحاكم وهو من أهلها، أول ما تكلم ذكر احتمالين، صح ولا لا؟ طيب إن كان قميصه قد من قبل، طيب أنا أقول هذا الشاهد إنسان منحاز، المفروض إذا كان محايدا أول احتمال يذكره
ضد قريبته حتى لا يشك فيه، صح ولا لا؟ نعم. ذكر أول احتمال في صفه. الدليل الثاني أنه منحاز، أنه ذكر الاحتمال الأول الذي هو احتمال غير عقلي. طيب نقول هنا ألف وهنا باء مثلا، طيب أحسن نشوف ألف وباء على كذا رميتها. طيب دقيقة أنا بتفش خشع على شدة الضحك، وش أسوي بهالشيء؟ ها؟ وش الأدوار؟ طيب 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 باختصار، الاحتمال الأول يقول هو يخترع على الشاهد هذا اللي من أهله، يقول إنه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هو يقول إنه هي بريئة، من براءتها إنها قدت قميصه من قبل. هاي تعالوا قربوا كذا وشوف، شوف مثلا لو كان لا قدر الله هذا مضاربة مثلا، لا مو مضاربة. طيب من اللي يقود قميص الثاني؟ ألف ولا باء؟ المفروض يعني إذا كنا في حالة مثل حالة السورة زي هذه والله هو اللي يمسك. ها؟ في الغالب الطالب هو الذي يقص أو يقد قميص المطلوب، صح ولا لا؟ صح. يقوم المطلوب يقص قميص الطالب ومن قبل، كيف يصير؟ لأنه هي تفر، ما هو منطقي، هي كأنها تفر وهو إيش؟ وهي وتتمانع وانت تحاول، يلا حاول بل الأصل العكس كيف؟ الأصل العكس يعني الأصل العكس طبعا الأصل أنه قميصها هو الذي يقد، صحيح ولا لا؟ فهو أتى باحتمال غير طبيعي. طيب دقيقة يا شيخ، أرتاحوا أنا الهدف أني أرتاح شيخ، خلاص الهدف أني أصحصحهم شوية يعني كده، شفتهم بدأوا يطفوا شوية ونكمل يا شيخ. طيب والوقت انتهى، لكن نختم سريع. الاحتمال الثاني هو الذي ذكره، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. بعد هذا سبحان الله تبين للعزيز، قلنا أول شيء خرج قبله شافها وراه، صحيح؟ أجاب إجابة ثابتة عليه الصلاة والسلام، الشاهد ذهب. طبعا العزيز من دهائي قال للشاهد شكرا ولم يقل له من أين قد القميص. هنا قال العزيز الكلمة التي مقدمتها تدل على ما يأتي بعدها من القوة، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ما خطبها بخطاب هنا كيدكن؟ أنا للتعظيم أيضا، هذا طب للتعظيم. هي مذنبة وتعظيم؟ أيوة. وقيل إنه يعني يتكلم إنه زي لما يزعل الزوج من الزوجة يقول أنت النساء كذا، طب هي إيش دخل بقية النساء؟ صحيح ولا لا؟ أنتوا الموظفين، هو الموظف الوحيد اللي أخطأ. ثم بعد هذه الخطبة قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المفروض أن يبدأ ويشهر بالجاني، صحيح ولا لا؟ شهر بالمجني عليه، شو الظلم كيف؟ اثنين أمره بأمر، أعرض عن هذا يعني لا تتحدثن به. ثانيا قال لها ولم يذكر اسمها ولم يشهر بها، قال واستغفري لذنبك. واستغفر الذنب عند البلد الوثني هذا ورثوا، فإنه استغفر الذنب يعني لا تعيديها أو لا تكرريها مرة أخرى، إنك كنت من العامدين أو المتعمدين لهذا الخطأ. والله جزاك الله خير، جزاكم الله خير يا شباب. نحن كده وقتنا انتهى وأخذنا زيادة، لكن ما أدري نأجل سؤال الواجب الماضي ونخليها بكرة ولا؟ هذا بده يشفط كل شيء زي قبلة خوينا. أنا بدي تقعد لنهاية الفقرة. شيخنا واصل يا شيخ. طيب أنا عندي اقتراح، إنه توجه الشيخ سؤال للشمراني والعجوني وعلي، توجه لهم أسئلة أو سؤال ونشوف مين يجاوب عليه الآن، عشان نعطيهم كذا ونخلي. أمس كان في واجب. هو أيوة الواجب، أنت اسألهم ويجاوبوا. لا خلنا في عبد اليوم يا شيخ.
امس ما حضرت يا شيخ، امس ما حضرت، عطنا اليوم ابشر بدوام. ما ازمن الشيء اذا كان طازج يا شيخ يعني له طعم. طيب انا اقترح اقتراح ثاني، انه الثلاثه هذول اعطيهم واجب خاص زي العقاب كذا، انه بكره لازم يجيبوا الواحد لما هذا يدوا واجب اضافي. انا اقترح كمان الاداره لك انه اللي قاموا اليوم يمثلوا او يعني قومتهم تعطيهم هذه الهديه دي. منهم اكرام الله. لا يا شيخ كذا كذا احرج خلاص ما نرد الشيخ خلاص نصيبهم ما نرد الشيخ. والله احرجتنا يا شيخ والله. الله يكرمك. الله يكرمك يا شيخ. وصل يا شيخ. ألف ولا باء انت؟ لا لا باء ألف زي باء يا شيخ. جزاك الله خير. الله يحفظك يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كفارة المجلس يا شباب. نراكم على خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. المركز حبايبنا. شغلها شبابنا معنا. ايه تسجل تاتا اثنتين حبتين والله ما عندي زوم. ها اما زوم افك كده شيش بفك كده شيش. لا 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 علي خلاص 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 بس يا اخي مالك داعي ما له داعي صدق كذا ترى يب صدق انا وديك شي 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 تعال 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 وريني عندي حركه لا اصبر لا 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 شي 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 شوف شوف بوريك شيء تعال بوريك شيء اصبر 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 بوريك شيء تعال ها وشو بوريك شيء اصبر 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 تعبت تعبت اصبر 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 شو شو زحليقة زحليقة لا ما انا بجيب نوع صارت قديمة يا اخي طفشت منها والله طفشت تعال عندي لك لعبة وين تعال اصبر وين تعال عندي لك لعبة تعال وين وين